نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون يواصل جولته على المسؤولين ويؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان. لليوم الثاني على التوالي يواصل نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون جولته على كبار المسؤولين اللبنانيين. إلياسون أكد من السراي الحكومي عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الوضع في سوريا خطر ويستدعي اتخاذ تدابير وقائية ليس لسوريا وشعبها فحسب بل لدول الجوار. مع مرور الوقت يزداد الوضع السوري خطورة ويأخذ أبعادا طائفية في هذا الصراع الخطر أصلا، ما ينعكس على أوضاع اللاجئين، وهناك تضحيات كبرى تبذل من قبل الشعب اللبناني في مساعدتهم. نحن نقدر ونحترم الجهود اللبنانية المبذولة للتعامل مع هذا الوضع. وكان لإلياسون لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلومبلي، وبحث معه الأوضاع الإقليمية، من ثم قام بجولة في منطقة الزهراني حيث تفقد مركزا لاستقبال وتسجيل النازحين السوريين تابع للمفوضية العليا للاجئين. زرت عددا من اللاجئين واستمعت إلى ظروف معيشتهم وظروف نزوحهم من سوريا، وأنا مبهور بالشعب اللبناني وبكيفية استقباله للاجئين. أتمنى أن يدرك العالم بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف. ومن هناك توجه إلياسون إلى منطقة المصيلح حيث تفقد عائلة سورية نازحة إلى المنطقة واطلع عن كثب على أوضاعها.